يا سنفور ما شفتش فلافيل وراح فين يا سنفور؟ انا لسه شايفه دلوقتي كان هنا مش عارف راح فين تاني. لحقوني انا تعبان. ايه ده مالك يا فلافيل ومالك فيه هنا مع الارض ليه كده تعبان ولا ايه؟ مش عارف انا اكلت شوكولاتة كتير وبعدها دوخت وجامد كده. علشان اكلت شوكولاتة كتير تعبتك جدا. طب ما انا باكل شوكولاتة كتير وما بتعبش كده. مش عارف انا اكلت الشوكولاتة كتير جدا وما اناش عارف بطني وجعتني ليه. انا اكلت شوكولاتة ياما خالص وبطني وجعتني جدا جدا جدا. طب هي فين الشوكولاتة دي؟ على فكرة ممكن تكون الشوكولاتة ديت شوكولاتة وحشة، ممكن تكون تاريخها منتهي، يعني ممكن هي اللي تكون وجعت بطنك جامد كده. لا ده الشوكولاتة بتاعتك انا ما اكلتش منها اصلا، عشان كده انا كويس وانت اكلت شوكولاتة كتير وزمانها شوكولاتة بايظة. ايه ده؟ لا ما تضحكش عليا ما تضحكش عليا، علشان انا بطني وجعاني والله وكده هزعل منك خالص. ما تضحكش عليا بقى ماشي؟ ما ينفعش نضحك على فلافل وسنجوب بقى، ما ينفعش. شكله كان حلو قوي وهو بس خلاص خلاص مش هضحك عليك تاني يا فلافل، وخلاص ما تزعلش نفسك خلاص خلاص، احنا اخوات وصحاب ومش هضحك عليك تاني. يلا اعمل اشتراك ولايك للقناة. سلام.